برنامج التحرية الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالتحية ديالكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. ممكن تقول هذا غنتعاشر معاه وانا عارف غادي يخرج منه بعيد؟ ممكن انا وصل عندي واحد التدخل فهاد. مرحبا. نفحات ولقطات سويعات نفهم الراحه، اما الشيء الاخر كله الكد الكد والسعي والتعب. احنا ما ترتاحوا حتى كنمشيو للقبر. سعيد على كل أوفياء ميد راديو، أنتم في الاستماع البرنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس الأستاذ مامون مبارك دريبي. مساء الخير أستاذ، مرحبا. مساء النور يا سناء، بارك الله فيك. الله يبارك فيك أستاذ. شكرا. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على كيفاش أنه المرأة والرجل عندهم يعني مبادئ ثقافية مختلفة تماما على الطرف الآخر في العلاقة الزوجية، حتى كيلقى نفسه أستاذ يعني كينساق وينجر لهذه طريقة العيش المختلفة ديال الطرف الآخر، حتى أنه ممكن انه يدمر نفسه ولا حياته ولا اسرته. فواش الشخص يعني ما واعيش انه حتى في الزواج خاص مبادئ مشتركه للزوجين، ولا ربما كاين شي امر خفي هو اللي كيخلي الشخص يتجر؟ ويعني نبغيو نعرفوا شنو كيوقع بالتحديد، وخاصه واش هذا الاختلاف في المبادئ الثقافيه عند الازواج واش عنده شي عواقب على الاطفال داخل الاسره؟ هو لله الانسان حر يختار النمط اللي يعيش عليه. هذا من علامات واحد المجتمع متحضر، ان الناس عندهم حريه. واحد يشرب الشراب، واحد الحشيش، واحد يسهر، واحد كيتزوج وكيدير علاقات خارج زواجه. ناس احرار، انما في واحد المشروع أسري في وليدات، وهذاك العائلة هي الخلية ديال المجتمع. جسم الخلية ديالو كينجهلو واحد العدد من الأجهزة، إلى الخلايا خرجوا مرض الجسم كيبان العلامات ديالو، كيمرض صافي كيطيح. الخلايا اللي كتفرز المجتمع الأجسام ديالو هي العائلات. إذن الحرية كي قد مقابل معها الوعي، ومقابل معها الضمير، ومقابل معها القانون. إلا شفتوا واحد الوثائقي، راه يمكن لكم تلقاوهم بودكاست قناة ام سيس الفرنسية، داروا واحد صحفي برنامج سميتو طابو، الأشياء اللي بغيش يتكلم عليها المجتمع. وهاد الصحفي مشى وكما جوان ديال الحشيش مباشر في البرنامج، وكيسوق سيارة وكيوري للناس الخطورة ديال الجوان على السياق، وجاب واحد الطبيب ودار له تيست بأنه قبل ما يكمي هذاك الجوان راه ماشي تحت تخدير، ومن بعد ما دخنوا مباشرة كيشوفوا، ودار له طبيب التحليل وقال له انت دابا الان راك تحت التاثير ديالو. اول حاجه بدا كيسوق بها انه قال لهم وليت كنستهتر باي حاجه، قال ولا كل شيء عندي نشاط. دايرين له في الطريق واحد لي مانكان، واحد دميه ديال البلاستيك كتمثل اشخاص قاطعين الطريق، ومعه واحد الشخص رد له الباب قال لهم كما تداركنيش وحرك لي الفولونك غادي ندخل في الاخر. قال ليه باش حسيتي؟ قال له ما حسيتش انني كنشكل خطوره على هذاك الشخص اللي في الطريق. قال له بالعكس جاتني عاديه. قال له قبل ما نكمي هذاك الجوان قال له كنت خايف
ندير شي خطا. قال له بعد ما كملت جوان واحد قال له ما بقيتش خايف ندير خطا، قال له ما بقاش العقل ديالي كيدرك بانه كاين شي حاجه خطر. قال له كنضحك ونشط عادي، وبالعكس قال له كيشكل لي حماس. قال له شتي ملي راه وغت ذاك الطريقه، قال له شكلت لي حماس بغيت نعاودها. ده جوان واحد. من بعد دار واحد البرنامج دائما في القنوات الفرنسيه حول الخطوره اللي كيشكل الحشيش داخل المقاوله، وجابوا واحد الخبير كيجي للمقاوله وكيجمع الناس كيشرح لهم هي الواحد استعمل شهر الحشيش كيبقى اثر عليه في الجسم ديالو واحد المدة طويلة، وخا يحبس كيبقى التأثير. وبدا كيشرح لهم كيشرح لهم، قال دابا على خاطركم غندير لكم واحد التيست، وجبد هذوك الآلات ديالو وبطبيعة الحال حامية الناس من رسمياتهم، ولقى بأن تقريبا 20% ديال الشغيلة في هذيك المقاولة كيستعملوا الحشيش. فرنسا كتوجد دراسات، كندا كتوجد دراسات على اساس غيرفعوا الحظر. دراسات كنقولوا غير دراسات ماشي مشروع، غير دراسات كتحاول تشوف شنو الوقع ديال اللي ترفع الحظر على الحشيش، لا في كندا اش غيوقع على المواطنين ولا في فرنسا. دراسات باديه والتحسيس والتوعيه في المجال الاعلامي كانه غدا اصبحت الحقيقه. هذيك المقاولة جا المدير ديالها وسول هذاك الخبير، قال له لابد ما خصني نوصل نجعل هاد 20% اللي كتستعمل الحشيش قال له يديروا الإقلاع. لأن قال له أنايا الشركة ديالي كتخدم في آلات ثقيلة، كتخدم بأجهزة خطيرة، ما يمكنش أنني نخلي واحد خدام ما كيتحشش تحت الرحمة، واحد يقدر يخطئ ويقطع له يده. قال له لو بغيت يحشش هو حر في حياته، ولكن يستقل من المقاوله ويبعد لي انا من الخدمه، لان قالوا انا عندي الات خطيره. ومن بعد نزل هذاك الصحفي وكيسول الناس الاخرين اللي ما كيتحشوش، كيقول له ودي انا ملي سقت الاخبار بان 20% من الزملاء ديالي كيتحشوا، قال وليت خايف. لان قال له حنا كنخدموا في واحد البلايص اللي فيهم واحد النشاط تيقطعوا، واحد الات كيدوزوا فوق منها الزين تقل. قال له وراه شفنا قال له في وثائقيا انه ما كيبقاش الفيجيلونس، ما عندوش هذاك. اذا دابا تيحميو المقاوله، كيحميو مستعملي الطريق، والقانون ديالهم ولو انه يترفع الحظر، هما عندهم الخمر مرفوع الحظر ديالهم، كان الانسان يشرب كيف ما بغى، ولكن الى لقاوه في بلاصه المسؤوليه وتيوجدوا قانون في فرنسا وفي اوروبا انه ما غيبقاش يتفتش الانسان غير الا كان سايق السياره، غيبقاو يفتشوه دابا السلطات حتى في المقاوله داخل العمل. داخل العمل غادي يبقاو يجيو الناس ديالهم ديال القانون كيدخل المقاوله، راه خويا نقلب واش انت محشش واش شرب شرب. لاحظتيها هو الحريه شتيها، هي محطوطه، ولكن شوف توعيه خدامه، رفع ضمير الناس خدام، والقانون الوسائل القانونية خدامة. كيديروا تكوين لواحد النوع من الخبراء من نوع جديد باش يساعدوا الناس السلطات، داروا سيرتيفيكاسيون ديال دي زيكسبير. وعرفتي منين جابوا هاد الخبراء؟ من الناس اللي دوزوا السجن وكانوا مستعملين المخدرات وتبعوا برامج وبراو والتزموا وصبحوا ايديكاتور وعطاهم دي سيرتيفيكاسيون، لان ما كاينش اللي غادي يعرف يشرح للانسان الا المجرب. أين نحن كمغرب واعي في 2017 من هذه المسائل؟ حنا بلاد كننتجو الحشيش، بغينا ولا كرهنا خصنا نتكلموا في هذا الواقع، كننتجوه كميات كبيرة، وكيتستهلك في المدارس، وكيكميه العادي والبادي، الكبير والصغير، اللي عنده الفلوس واللي ما عندوش. الخمر والكحول كننتجوه، عندنا مناطق كتنتج كميات، لا ديال هذا ولا هذا ولا هذا. انا اللي كيهمني كيف كنقول لكم
مقام التوعيه هو اللي كيهمني. انا ما شغليش وما عمري ما ندخل في الحريات الفرديه، كنحترمها ومقرها، وحتى في ديننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لا تبتليتوا ستروا نفوسكم. ما حناش ناس عندنا وصايه ولا باغي نديروا وصايه ابدا. اللي عيب على شي انسان يتبلى. اللي كيهمنا نحميو المجتمع، هذوك الوليدات، هذاك مستعمل الطريق، هذاك المقاول، هذاك الشركه ديال التامين، هذاك الناس مالين رؤوس الاموال، هذاك البنك اللي غتعطي الفلوس، هذاك الانسان اللي غادي يتعاق وغادي يولي معاق. خصنا، لان فين غلط المجتمع العربي؟ هو معتمد على السماء، يعتمد على السماء. وقلت لكم بان في الفكره الاسلاميه الله ما كيدخلش. تكون مسلم ولا ماشي مسلم ما غيدخلش، غيسرك. من امن يسر الله اليسرى، وغير المؤمن كيسر الله العسرى. ولكن ما كيدخلش، الا مشيتي تشرب شراب ما غيشدلكش القرعه ويسدها لك، ما غيسدلكش فمك كتشربو. الا بغى يزني الانسان كيزني، الله يستر. الا بغى يدير شي جريمه يديرها، ما كيدخلش الله. اذا خصنا نوعاو بانه ولو عندنا فكر هائل ان الفكر الاسلامي قران وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثقل ما تيعفيناش من المسؤوليه ديال التاطير وديال التاثير. خصهم يكونوا بجوج، ناطروا وناثروا، بالطاء وبالتاء. التاثير بالقول وبالفعل وبالحال، والتاطير بالمؤسسات. اذا هاد المراه هادي ولا هاد الرجل اللي غيكون في واحد الحياه من نوع ما، يشرب الشراب سهر، ولا هي عندها صحابها وصحاباتها مولفه، وكيجي واحد الانسان يتزوجها، من يقول سيدنا علي من واجبات او من حقوق الابناء على الاب حسن اختيار الام. هذاك حقه هو عليك انت، ما كانش معك هو من اللي مشيتي اختاريتي الام، انت اختاريتيها، اختاريتيها باش تكون زوجتك، ومن بعد راه غتولد معك. وعندنا في العرف الاسلامي الحر اللي كيفهمو، البنت المسلمة تختار، شنو واخا تقدم ليها اللي بغا، باها امها مش حق يجبروها، تيعرفوها بشكون السيد، تيبحثوا علو ويسولوا ويعطيوها المعلومات، يقولوا لها جا بنتي وانت اختاري. دابا السؤال اللي خصنا نطرحه هي، شنو هي المؤهلات اللي تجعل الانسان عنده قدره على الاختيار؟ لان ما كانش عنده مؤهلات، مقارب، ما عنده تدارس، ما دارش امور، ما دار ستاج، ما دخل المجتمع موالو، قتل البنت، درت واحد التكوين بسيط وجلست في الدار، جا واحد وكي، هذاك راه ماشي اختيار، هذاك راه قهري. اختيار هو تتكون سافرات ودخلت دارت ستاج ودرت التكوين ودوزت البيرمي وتحركات، باش ملي كيجي داك الشخص كتقول لباباها ولا ماماها عافاك خالتي ولا عافاك اختي جي بركي معايا، وكتقول له باباها عافاك دخلو، برك معاه ودير معاه جلسه الاولى والثانيه والثالثه، وتفلي فيه وتمحص فيه وتدرسو ما لا قلنا ليها راه داير كذا وداير كذا، وراه كان بنتي مبلي وتاب، وراه كنا كنتبلا وهذا وكان 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 وكان. شنو القناعة اللي عنده في مجال الحرية؟ هما دول عندهم الحرية في شرب الخمر في استعمال، ولكن تخرج للشارع تركب السيارة أصبحت مسؤولية. عاد حط يوقف عليك رحل فمك. هما غيدخلوا البحث المقاولة، علاش؟ لأن المقاولة فيها ليزاسيرونس حامين العمال، وفيها النسيج الاقتصادي، هذيك المقاولة محتاج ليه هو. إذا المقاولة راه ماشي ولا متأسس ليها ملكك، كتصبح الدولة والمجتمع شريك معاك، لأنه هو ضامن لك شحال من حاجة، وداير لك تأمين وداير لك كذا وداير لك كذا وداير لك كذا. إذا غدا أنت تمشي وتعطبوا لك واحد العدد الناس وما نعرفوش المصدر، غادي ياكلوا الدق شركه التامين، والمجتمع خصو يحمي
الشركات اللي عنده في المجتمع. هذوك الشغيله ما عارفينش الاخر عقليته كي داير. المجتمع القانون كي خصو يحمي هذاك الشخص اللي ما عارفش من هذاك اللي عارف، فتيقول له ممنوع انك تحشش في المقاوله. احنا شحال من واحد صايق النقل ديال المقاوله ولا الشخصي في المغرب، ونقلبوا نلقاو شحال من واحد سكراه، ونلقاو شحال من واحد محشش حتى انه اصبح عنده الحشيش بحال اللي تيكمي. هذيك التجاره العاديه فعلا ما كتقدرش عاديه، خصو يبرم واحد جوج ولا ثلاثه باش يقاد راسو. وكتشوف بان دراسات وبان مسائل عدد القتلى في الطرقات وعد. اذا شنو هذه؟ فوضى همجيه، اجتياح الواحد الواحد، انعدام تاسيس بنيه ثقافيه لتاطير الحريه. شنو غنسميوه؟ ما ندويوش فيه، نقولوا عيب. اذا شكون اللي غنوعيو؟ مني انا شخصيا غادي نقدر نقيس الموضوع عند الزواج، لان تم غادي نقدر نقيس العقل ديال البنت المغربيه وديال الشاب المغربي، تما اللي غنقدر انا في التوعيه نزير الفيلم عندي انا شخصيا. هذا هو القدره ديالي. المؤسسات قدرتها تمشي بعيد، المجتمع المدني بامكاناته يقدر يمشي بعيد، ولكن انا غادي نقول للبنت المغربيه الله يرضي عليك بنتي بغيتك تمشي تفرجي في واحد الفيلم سميتو دو جيمبلر مارك والبال. هذا الممثل في هذا الفيلم والله الا خصو جائزه هائله. انا كنوجد الماده لهذه الحلقه وكنتفرج في هذا الفيلم، كنت شفت وسان ريميك الفيرسيون الاولى كانت دارت في السبعينات، كنت شفت الفيرسيون القديمه في السبعينات، وبغيت نقارن ما بين المخرج وما بين السيناريو ديال الاول والثاني. هاد الفيلم الا مشيتو شفتوه، ومن بعد نبغيكم تشوفوا اللي استطاع يدرس لو سيمينير سور لونغواس ديال جاك لاك. يعني يكون عندكم معلومات من لو سيمينير لونغواس وتمشيو تشوفوا هاد الفيلم، وغتلقاو واحد الامر هائل اللي كيجسدوا هاد الممثل بواحد الشكل، يعني كانه جالس مع خبير في التحليل النفسي اللي حبك لهم السيناريو. الجمل اللي كيخرج على على على, على فمو في لي ريبليك، الحركات ديال وجهه، الملامح ديالو. مشيت شفت ام تي بو التعليقات اللي دار على الفيلم، كلشي كيتكلم على بولسيون دو ديستركسيون اوتو ديستركسيون تدمر. وتي علاش قلت لكم خصكم تمشيو للسيمينار لونغواس؟ كاين لا ديفيونس تحدي. وعلاش هاد المصيبه ديال الميوعه داخل مشروع الحريه في استعمال ما هو خمر او منشط يشكل خطوره؟ لانه غيتلاحم مع بنيه نفسيه، يتلاحم معها، غيقوتها، غيطعمها. واللي كتشكل لينا حنا اللي عندنا مرجعيه اسلاميه، كتشكل لينا كتضرب في الروح ديال المسلم. الروح المسلم هي سمعنا واطعنا. ده الميثاق ديال المسلم. شتي المسلم يكون يصلي الفرائض ديالو وما يدير حاجه حرام وما يكونش عنده سمعنا واطعنا، راه ما عندوش الروح الاسلاميه. الاسلام راه بحال واحد البحر، كتبدا في الشط كتعوم في الرغوه وتتم داخل كتغرق تتغرق حتى كتولي كتسبح في مسافه ديال 300 متر الغرق و600 متر و1000 متر. هو الاسلام عنده قدره يبديك في الموجه الصغيره عند الشط ويعطيك تغرق قداش ما قدرتي تغرق. فكاين اللي تيبقى عند الرغوه يحط رجلو عند الماء تيبقى تم، وكاين اللي كيبدا تم وتيدخل بحال البالين وتيغطس 1000 متر. كاين واحد البالين كتغطس 1000 متر في البحر كتاكل هذاك الكالامار جايه مثل غوختال. هذيك راه هذاك البحر هو هذاك الفكر الاسلامي، وهذاك البالين راه حتى هي بدات في الاول صغيره في الشط وجايه داخله. الروح ديال المسلم هو سمعنا واطعنا، ماشي سمعنا وناقشنا، سمعنا وحللنا، سمعنا واختارنا، سمعنا لا سمعنا واطعنا مرتبطين. هنا ملي كتربى لا ديفيونس تحدي. لا ديفيونس هو ملي ولدك تيبدا يكبر شويه كيدير
10 سنين 11 عام 12 عام يسميوها الناس هما بغيو يسميوها لا كريز دو لادوليسونس. انا شخصيا كنعترفش بها كريز ما كايناش. انا عشت شحال من شباب ما عمرني شفتهم عشوه وناس عشوه. الا ما تحطاش واحد البنيه معينه غيحماق لك. انا كنسميها لا ديستركتوراسيون دو محلال البنيه. واحد اخرين كيسميوها كريز كيعتبروها بريسك اون باثولوجي وغيديو لهم يعالجوهم باسكو الدري كيجي ولدك واحد الوقيته واحد بنتك كيبرا كيف تيقول لك لا قداش باغي تسمع لي ما سمعلكش الله وليك انا داك الهضره هذه كتسمى لا ديفيونس. شتي ملي ولدك ولا بنتك كيدير معاك الديفيونس غلط في حقك ولكن عطاك واحد العلامه بان كاين خطا في حياتك هو غلط في حقك انت باه ولا مو ملي تبرك معاك وخرج في عينه وكتلقى الام مصدومه كتجي عند راجلها كتقول له والله الا دار فيا اليوم وشاف واحد شوفه وخنزر فيا كان انا ماشي مو وكتقول ناري دارت فيا بنتي راه كيعيشوها الوالدين مع ولادهم دائما كيجي كيقول شي واحد بهذاك الريزومي السريع اه سي لا كريز ولا دوليسا سي لا ديستركتوراسيون ضمحلات لك البنيه ما كنتيش ترد ليها البال فتفرزات لك هذاك فهو غلط في حقك ايه ولكن راه عطاك داله على ان في حياتك معاه وفي حياتك مع نفسك كاين شي بلاصه ما معنى مضمحله شتي ملي كنشدو ديك الشبكه ديال الدوم وكنبغيو نديروها قفه فين كتصعب القضيه ملي كتوصل للفم ديالها خصك تعاون بشي قصيبه تدخلها لداخل باش تلوي عليها الدوم ويعطيك الفم ديالها قاصح شتي تخيل توصل للفم وما ديرش هذيك القصيبه الرقيقه لداخل بحال العظم اللي تلوي عليه الدوم اللي غتعمرها بالخضره غتحل فمها وغادي تريب هذاك هو ضمي حلال هو تتبنيها ولكن عند القفله ما تديرش ليها واحد الفيروياج ما كديرش لواحد القفله. هذا الفيلم دو جامبلر هذا الممثل الهائل شنو كيدير؟ انهم بلي بالقمر وتيمشي وتيبدا يتسلف من عند صحاب المافيا ومطلق امه وباه ما عارفش باه اللي غادي يجسد واللي غيفهموا اللي مطالع لو سيمينار دلونغواس ديال جاك لاكلون هو انه تيتحدى الموت تيخاف يموت لان كيمشي لعند شاف ما فيه تيقول له شي انت مسلفني قدر قد واش اذا ما بقاش رد لك وخصك تزيدني تسلفني فلوس اخرى باش نمشي نعاود نلعب ونربح ونرد لك القديم وجدي كيشدوه هذوك ما فيه تيقتلوه عصا وكينوض وكيقول لهم زيدوا ضربوني انا المهم غتزيدوا تسلفوني المال في هذا الفيلم غيشكل اللي كيوصفو جاك لاكون بلوبجي بتيتا ما بتيت شوز ذلك الشيء ديالي اللي انا مخبيه وانت عارفه عندي وانا عارف راك عارفه عندي ما غنوريش لك ولكن نقدر نوريه لك الا كنتي جونتي معايا لا بتيت شوز اسمها جاك لاكون لا بتيت شوز ما بتيت شوز وهذاك الشخص اللي عنده واحد الاضطراب نفسي اللي كيمشي لشي موضع وكيشفر بلا ما يشعر هو راه نوعا ما جاك لاكون تيقول لك راه شاعر وشنو غرضه؟ انه تيقول لك ملي ما عطيتينيش ما بتيت شوز اي باش تو بوني انا جو سوي فوني باش ناخذ ما بتيت شوز هاد لا بتيت شوز واحد نسمي واحد الحاجه لغتنا زوينه حنا المغاربه واحد الحاجه ما نقولوش المغاربه واحد الشيء نقول واحد الحاجه هذيك الحاجه هي دليل على واحد النقص وهذاك النقص ما فيكش غير انت حاس بواحد الحاجه نسبتيها لواحد النقصه بغيتي تعوضها بواحد الشيء قالك هذيك الحاجه هي اف دو اكس هذوك لي بارونتيز اللي غدير في اف دو اكس هي واحد الشيء وهذاك الشيء ما عندوش افكتاسيون ما معروفش فكتولي كتنسب له اي شيء نفسك ارتاحت له كانه هو اللي غيعمر هذيك الحاجه هذيك الحاجه هي ديك لا بتيت شو هذا هو اللونجاج كودي ديال جاك لاكون عنده واحد اللونجاج كودي هو هائل غزال غزال في لو جامبلر غادي يبقى ياخذ الفلوس ويقمر وغتلقى واحد في السيناريو هذا فين حمقني هذاك الميتر اون سين فات جوج دو ميتر اون سين ويليام موناتان جيمس توباك هاد لي دو ميتر اون سين وكيمشي عند واحد المافيوزي كيقول له سلفني تيقول له قول لي انت ماشي راجل كيطلب منه هاد الجمله الاخر كيدير فيها كبريت يقول له ما نقولهاش لك يقول ما نسلفكش وكيخرج اذا لي روجيستر مقلوبين لو روجيستر دو لا فيرتي حاضر ولكن قدام مافيوزي ولو روجيستر دو الاستقامه اللي خصو يكون حاضر غايب فهو اصبح فيير
عنده كبرياء، والكبرياء دال على الاستقامه. شكون هو اللي عنده الكبرياء؟ هو المستقم. المستقم كيمشي بواحد الموضه وكيهز تفاحه من ثلاجته وكيجي كيقول لها قدام داره. تخيل الا هز الانسان تفاحه من ثلاجته ودخل من حاسه دالو كلاها، ميتها راه كيشفر في داره. اذا اللي يعقل غادي يلقى واحد في داره حل الثلاجه وهز التفاحه وتفضوا وداز بالخزنه كيجري من الكوزينه ودخل الطواليت وسد عليه، كتقول له مرتو مالك، يقول لها لا 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 والو والو، وكياكل. اذا هذا مسطي، عنده اضطراب، ما كان تخباوش في دارنا. اذا شكون اللي كيعطيك تصرف بواحد الكبرانيه بواحد الاريحيه؟ هي الاستقامه، انك في محالك تعبتي علو، زوجتي، درتي عرس، عطيتي مهر، هذا كيعطيك واحد الاذن انك تدخل لدارك بصباطك. اذا لاحظوا هنا ملي هو قدام مافيوزي كيقول له نعطيك الفلوس، كيقول له نسلفك، تيقول له انزيدك، تيقول لي ني با زانهم، يقول اخر كيتعجرف وكيدير الكبرياء. الكبرياء الي او موفيز اندرو. فين باغي نوصل هنا؟ ان كاين واحد الاشياء اللي سميتهم الاستقامه بغض النظر على الثقافه الدينيه. الله يخليكم باش نفهموا، دابا كاين اللي كدوي على الاستقامه كيقول لك انا دابا غادي يديرني هكا ولا يديرني هكا. راه فرق ما بين الاستقامه والدين. الدين كيطالبك بالاستقامه ومؤسس ليها وهي اساس له. ولكن شتي كون متدين ولا ماشي مدين، كون مؤمن ولا ماشي مؤمن، شتي الاستقامه ضامن استمرار الحضاره والحريه ديالك في المجتمع. هي الاستقامه. لهذا كتلقى جميع المجتمعات العلمانيه حاطه شعار كبير لا في المقاوله ولا في السياسه ولا في التجاره ولا في المعاملات، واحد الحاله سميتها الاستقامه. وانتم ما كتشوفوا واش كيوقع لاي واحد عندهم في السياسه الا ظهرت عليه شي نبشه شي عمليه وفي حياته كيفلي فليوه ويلقاو فيه شي طق، يقول له حيد السياسه ماشي ديالك، حيد طلع اون افير، حيد. اذا ما حنا من الاعراب، حنا اللي باقي المؤسسات اللي كتاثر الشان الاجتماعي ضعيفه او مضمحله ما عندناش، اللي باقي المؤسسات القضائيه يلاه تولدات. شتي دابا ملي عندنا في المغرب في 2017 استقلال سلطه القضاء على وزاره العدل، راه كنقول لكم راه الله غيبدا. شتي من قبل المؤسسه القضائيه راه كانوا مساك القضاه والقاضيات، راه كانوا بقدرهم بعرفهم بافرادهم اللي خدامين. دابا صبحات عندهم هيئه ديالهم، شتي راه عاد غادي اللهم صل عليك رسول الله، عاد غيولي عندنا. إذا فوقاش غتعطي الأكل ديالها بالاستقلال ديالها؟ خاص واحد 10 سنين 15 عام حسينها. إذا المؤسسات اللي كتأثر الشأن الاجتماعي ضعيفة جدا أو مضمحلة ما كايناش. السلطة القضائية في استقلالها كيفاش غادي تنظم الهيئات ديالها وكيفاش غتعطينا واحد الهالة؟ بقايا الله تولدات. التحسيس والتوعية عندنا بحال الفلاش. كانت الكوب 22 دويناها في الإعلام بشكل مستمر. ثلاث شهور كنشوفوا البيئة ونشوفوا البيئة ونشوفوا البيئة ونشوفوا البيئة ونشوفوا البيئة. ياك سالات الكوب 22 كتشوفوا شي بيئة في شي برامج؟ كتشوفوا شي حاجة؟ سمعتي شي مشروع طيارة غيمشي بالطاقة الشمسية؟ سمعتي شي مشروع ديال شي سفن غادي يقطعوا لينا ما بين اسبانيا والمغرب كيعتمدوا على الطاقة الريح؟ شفتي شي كوب 22؟ حتى نشوفوا دابا 23 كنشوفوا كوب 24. إذا حنا عندنا واحد التحسيس والتوعية موسمي حداتي. ملي كيكون شي حدث ويدخلوا المسؤولين ويعيطوا المسؤولين في التليفون هذا، كتشوف واحد جنين حمله كتنوض. اذا ملي ما يكونش واحد الحدث دولي دو بريفيرونس ما ناسيونال، عم تدخل الشريف وشي صالحين، اما ما كانش تدخل الشريف وشي صالحين ما يكونش الحدث ناسيونال، ما غاتشوفوش. اذا دابا شنو كنديروا حنا بالبنيه الاجتماعيه ديالنا؟ لهذا انا كنقول لاختي المغربيه البنتي المغربيه، لابد ما تحرصي، ما يغرك جمال، ما يغرك مال، ما يغرك منصيب، ما يخلعكش فقر، لان الثمن غالي الى مشيتو حتى غمرتو. واحد مشروع فيه وليدات وفيه عاطفه وما يكونش عنده واحد الوئام ثقافي مرجعي فكري حول مشروع استقامه. مرحبا مستمعينا، غادي نتوقفوا للحظات ومن بعد غادي نرجعوا ونواصلوا برنامج بكل وضوح دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفيه على 0522 46 72 50 51 52.
ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. غادي ناخذ اول مكالمه معنا في البرنامج، معنا ساره من دار بيضاء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كنختم الراديو على هذه البرامج ديالكم. مرحبا بك لاله ساره. اولا مشي لي كل شيء، ما بقيتش عارفه ما نقول، فرحانه بزاف ملي شدت لي لابطين. مرحبا. شحال في عمرك؟ شحال في عمرك؟ 27 سنه. بارك الله. تفضل، شنو سؤالك؟ انا كان عندي واحد البروبليم، كنت فاش كنت كنقرا بكالوريا كانت عندي اون امي بوندو لونفونس كلها، واش كان مرحل لي في عينيا وانا معاها. لو فاش وصلنا البكالوريا هي توفات نهار يومين قبل الامتحان ديال الباك. دونك هذا قسمي كنت انا وياها بحال التوام، كنخرجوا مع بعضياتنا، كنقراو مع بعضياتنا ديما في ميم كلاس. منين توفات خلات لي واحد الفراغ كبير بزاف. الوغ كملت انا لي زيتود ديالي، ولكن ما بقيتش قادرة انني ندخل علاقة مع اي بنت ولا اي مصنع. نعم، قلت الله 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 الله. دونك بقيت نتيا غير قريتي، ولكن فاش كان يجي في الليل كنحس بداك الفراغ الكبير، ولي كنبكي غير في الليل كنبكي بزاف، وفي الصباح كنوضح الا ما كاينه حتى شي حاجة. الو، دونك بقى عندي مشكل دابا ما ميم في الخدمة هكا ما كنقدرش ندير دي غولاسيون مع الناس. سارة، كاين الفعل الناتج عن الإرادة الإنسان، والإرادة هو العقل ديالنا اللي كينتجها لينا، اللي كنقول أريد، هذيك الإرادة. يعني الإنسان راه فكر وقدر، التفكير والتقدير، عاد كنوضو كنرفعوا العزم ونديروا الحزم وننتجوا الإرادة. والإرادة المقصود منها التصرف، نبغيو نتصرفوا في الواقع. شتي تحت هاد البنية هادي ديال الإرادة الناتجة عن الفهم، عن الدراية، عن تجربة الإنسان، لأن يعني الطفل باقي ما عندوش إرادة، عنده رغبة. الطفل كيرغب، ملي كيجي الجوع تيرغب، ما غيمشيش هو يحل البوتاجي ويبدا يصيب. حتى تيكبر وتنعلموه يستأذن وتنعلموه يطلب، ومن بعد كيبقى ينتج واحد الإرادة، وتيقول لموباه وكل سبت وحد كديوني اللي عند جدة، هاد السبت والحد هذا ما بغيتش نمشي عند جدة، بغيت نمشي لعند خالتي ولا عند عمتي ولا. كتولي عنده واحد الإرادة، ملي كيبدأ كيحدث مادة فكرية. شتي تحت هاد البنية الإرادة كاينة البنية النفسية. أنت تتصيغ الإرادة ديالك الفوق بعقلك، وهي الداخل تدير هي بنية ديالها. هي يا إما معاك يا إما عليك. وملي كتكون عليك ماشي عدوة ديال الإنسان، غير بغات واحد المعنى ما لقاتلوش بلاصتو، بغات عندها واحد المعنى، بغات دير واحد البلاصة، فبقى ذاك المعنى كيدور كل مرة كتحطو في واحد القدس. فهذاك الخطأ ديال أنها توضع المعنى في بلاصتو تيخلق عارض ومانع للشخص في تجسيد الإرادة ديالو. دابا هي عندها إرادة، بغات تصاحب بعد ما توفات صديقتها، الإرادة، وغتلاقى واحد البنت وغتعجبها في أخلاقها في سلوكها، وغتبغي تردها صديقتها وبحال أختها، جا الإرادة، ونفسها كدير العارض المانع. دابا هي حاولت تدير التفسير. شو التفسير اللي عطات؟ قالت حيت خايفة نعاود نتصدم، فوليت خايفة ندير علاقة جديدة. دابا هذا غير التفسير ديالها هي. أما هو المعنى ديال علاش كاين العريض هنا، حيت نفسها حبات هذيك صديقتها وجعلات عهد على نفسها ان ما عمر شي وحده اخرى توصل لمقامها. فالعارض هنا دال على الوفاء في العهد، انني غنبقى وفي
حتى واحد ما غيعمر بلاصتك. هل هذا صحيح كجواب؟ هذا غير صحيح، لأن حتمية الموت بها نحيا. حتمية الموت راه هي السبب الرئيسي اللي كيجعلنا حيين. فكان غنمو من كل ساعة ما نخليوهاش تفلت، وكان نتمنى ونشتهي من كل طيبات، ومن التي يعطينا ربي إمكانيات كان متعو نفوسنا وحبابنا ودوينا كأنها آخر ساعة في هذاك النهار في هذاك اليوم، لأن كاينة حتمية الموت. فاحنا ماشي ناس رامين الموت ورانا، احنا ناس دايرين الموت قدامنا، ولكن ما تنخافوا منها ما كتجمدنا في حياتنا، كتعطينا اسباب الحياه كنعرفوها كاينه جايه 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 جايه. اذا دابا هي ملي قطعات نفسها عهد على نفسها بانها غتبقى وفيه المرحومه، وما عمرها دابا انا كنوب على نفسها، انا كنتكلم في بلاصه نفسها، نفسها كتقول لها شتي يا ساره انا راني حبيت فلانه المرحومه، وانا حالفه بالله ما تجي شي وحده في بلاصتها. غير الخطاب النفسي خصني ثاني يكون درس كتب الفارابي، خاصه كتاب ما ترمز اليه النفس. الرموز، النفس كترمز من خلال الحلم، يحلم انسان واحد الحلم نفسه كترمز، ويسري خصو يميز هنا حلم ولا رؤيه، خصو بدا يعرف يميز. حنا الحلم ما كنرميوش في لا كورباي، ما كنديروش له غليسي كورباي، وكان الحلم عندنا رمز ديال الخطاب النفسي. النفس كترمز لينا في الهيئه ديال الانسان، في صنف الخطاب ديالو، في ارتباط الموضوع اللي متعلق به هو بالانا ديالو، وكيفاش كنلقاوه في الخطاب من استعماله الكنايه والتعريض والمجاج والصور، من اللي كنشوفه واش كيخدم بالاستعاره ولا كيدير الاسقاط. هادو كلهم رموز كتبين لينا بحال الايكوغرافي البنيه النفسيه ديال الشخص. شتي الاعراض اخر حاجه كنهتموا بها اهل الفراسه في الفكر الاسلامي، شتي الاعراض، الاعراض بحال شي واحد جه الاسهال وخرج فيه الحبوب، مشيتي عند الطبيب ما غيهتمش بالحبوب الا عرف فيك الاسهال، تقول له يقول لك شنو، تقول له الاسهال غيشوف وجهك منقط حبوب، غيعرف كاين التهاب كاين تعفن، غيمشي غيهجم على الاسهال، وغتقول له حفك هذه الحبوب، يقول لك راه غيمشي بوحدو ملي غتبرى الاسهال. شتي هذاك الحبوب هما ذوك الاعراض اللي كيبان لك بنادم تيقول لك انا عندي كذا وكذا وكذا، حنا اللي كيهمنا نقلبوا واش كاين تعفن، واش كاين اسهال، واش كاين واش كاين. اذا دابا هنا نفسها باقا في صيغه الصيبه، نفس لالا ساره باقا ما تسجلاتش ضمن النساء، باقا صبيه، عندها ديكالاج ما بين عمرها في الحاله المدنيه وعمرها العاطفي، كاين ديكالاج واحد الفارق بعيد، وهو خص الانسان ما يكون سابق العمر الحاله المدنيه ما يكون ناقص عليه، يحاول ما امكن يقادهم، وباش يقادهم من اللي واحد يلاحظ عليه. مثلا المراه كي يقول لها راجل الله يخليك لاله ولا هذا الشيء كذا وكذا وكذا، ملاحظه تقنيه، حاول واحد الميزانيه عطاها ليها، قال لها عافاك راه ناوي نصلح بها الدار كذا وكذا، وشدت هذيك الميزانيه وشدتها صالون. في العشيه جا دخل فرحان قال لها تبارك الله هذا الشيء، قالت له الله قول لي شحال شريتي، الله قول لي شحال شريتي، والله الا غزال شحال، واش شريتو داك الشيء الفلوس اللي عطيتيني، والله العظيم دار ليها الروميزه. شنو هو الفلوس اللي كنا غنصلحوهم دا درتيها في الصالون، غيدير لها ملاحظه تقنيه، وغتلقى السيده تنحط وتتبكي وكتقول لهم عمرك انت كتكبر بيا، وانا مشيت اجتهات وشريت. هو داير ملاحظه تقنيه على تدبر ميزانيه اللي كانت محطوطه لواحد عدد الاشياء، ومشات السيده بدون مشاوره وبدون مذاكره وبدون تداول الامر، حطاتو افيكتاتو لواحد البلاصه. هاد المذاكرات خصهم ما يحدوش داخل الحياه الزوجيه واحد التصدع، وما عندها لا تنخط ولا تنخط، تقول له الله يا ودي غلط، الله يا حبيبي غلط اسمح لي. هذه الا كانت ناضجه، اما الا كان العمر الحاله المدنيه
كبير على يعني العمر العاطفي، ما قدش العمر الحاله المدنيه نخيط وسخيط وتعيط لما في العشيه وتقول لها انت يا ماما شوفي ودابا امها غتهز التليفون وتعيط لامه ولا تعيط له تقول له محشوم عليك يا حسام، محشوم عليك يا ولدي خفاش، ودابا وشتي تبارك الله هي عينها كبار وتبارك الله سنتها بيضين، وشتي كي دايره في بشرتها وغزاله بحال الحاج راني ما داوي والو، ما قلتش انا راه بنتكم زرقاء ولا حمراء ولا قويه، راه داوي على ميزانيه مع مرتي، راه فلوس هذوك، راه تماره لالا. وشويه غنوليو ولا ماشي معقول، ودابا شوف بابا راه عيط ليها وقال لها غدا يجي ديها راه غضبانه، ويلي انتوما انتوما مسطين وخرج لكم العقل. قالك شتي دابا النضج ها هو اشارات عندها كيبانوا لها 27 عام، ما بين انك تحزن شيء، انك تحزن لواحد الحبيب واحد مين منعك من الحزن، عندنا ثقافة الحزن نديرو الرتاء، عرب عندهم حضارة اللي كيحزن واحد من العرب العارفة كيدير قصيدة رتاء، كنمشي ندير لوحة ديال الرسم، كنمشي نزور هذاك المقبرة ونترحم وندير واحد الزكاة واحد الصدقة، كنعيش الشأن ديال الموت على أنه حضور روحي وغياب الجسد، الروح أزلية واللقاء كنقولوا حنا المغاربة اللقاء على الله وفرقنا على الله، كنتلاقاو على الله وفرقنا على الله، بمعنى هو الوسيط ما بيننا وبين حبابنا، سواء حضروا ولا غابوا، سواء حيين ولا ميتين، هو الوسيط. فملي كتوحش حبابك وكتقول سيدي ربي يا ربي راني موحش جدي يا ربي بغيت نشوفه، تا يوقف عليك جدك في الراي بحال سيفتو له يسمح ويدوي معاك. واحد العالم رحمه الله جالس عنده هكايا في الدار كنذاكرو، وانا نقول له قول لي يا نعم سيدي، قلت له وانا جات الارواح، قال لي كاينه، قلت له كيفاش كتم، قال لي غير البارح، قال لي كنا في واحد المجلس عند واحد الضيف، قال لي وتعشينا وقرينا القران درنا الدرس، قال لي واحد لقيته وانا نتنهد في خاطري وحش بوه بوه متوفي، قال في نفسه يا ربي هاد المجلس وكان باقي بوحي وراه بارك معايا دابا، كان نذكر الله كاملين وكان قرا وكان، قال لي قلتها في نفسي في نفسي في نفسي، قال لي خرجت واحد البركه، قال لي ودعيت مع با، قال لي في الليل وقف عليا با، قال له ولدي ما يبقى فيك حال، راه كنت معاكم البارح، قال له فيك تي، قال له شي واحد البلاصه خاوي كانت حدا الشارج فلان فلاني، قال له بلي مره راه كنتو معشين عند فلان، الله يجازي بخير اكرمكم وراجل صالح ودعينا معاه، قال له ولدي شتي هذيك البلاصه اللي حدا الشارج كانت خاوي راك تبارك تم، قال لي فقت انا من المنام كنقول الله اكبر، قلت انا والله تجربها عندها هي واحد عندها اصولها، خصك تبات مضي وتصلي واحد البركه وتقرا واحد البركه وكيجيب الله تيسير، جربت درتها وتا وليت كل ليله كنعيط لواحد الفاميله، ليله نصيفط على با، ليله نصيفط على جدي، ليله نصيفط على عم، وتا عرفتي ولا عندي واحد القناه اس ام اس مع هذوك الاخرى، عرفتي عاتت كنفوز الكود هاك صيفط هجا، اذا الاتصال كاين، الارواح كتناجي، حتى انه تيخبرك تيقول لك واش هذيك الحاجه كذا وكذا راه وصلتني والله العظيم فرحت، اويلي انت وصلتك انت اش قلتي؟ ها هي والله وليدي هذيك البركه الله اكبر. اذا ملي سيدنا رسول الله تيقول لنا راه الاموات ديالكم في حاجه ليكم، ما معنى في حاجه؟ ماشي الطعام، ماشي في حاجه انك تبقى في اتصال معاه، ماشي بالشعوذه الهبل في اتصال، لان راك حتى واحد النهار جي انت حنا بعدا جينا من تم وغادي لتم، هذه راها ترانزيسيون بحال الديوانه هذه راها ترانزيت. اذا اولا العارض ديال لانها ما تصاحبش هذاك رمز نفسي كترمز به نفسها كتقول لها انا قطعت واحد العهد على نفسي، حتى وحده ما تجي في بلاصتك صاحبتي وهذا العهد انا وافية به، هذا خطا، لان استمرار الحياه
وقبول حتمية الموت فرض على المؤمن، فرض. وعلامة قبول حتمية الموت العيش، كتجاهد في نفسك مجاهدة العارفين باش تجعلها تعيش. كتقول لها لا نفسي حياة تستمع. ها إنسان مات له مرته يتزوج، مات له راجلها تزوج، إنسان مات له صديقه ولا صديقته يدير علاقات، وبلاصة هذاك الغايب راه ما غيعوضها حتى شي واحد، كتبقى هذيك البلاصة في القلب وفي الذاكرة إلى الأبد حتى يتلقى. مرحبا. غادي ناخذ مكالمة أخرى معنا سي أحمد بن الكناس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله. كي درتي؟ الحمد لله. الله يبارك. مرحبا سي أحمد. الله يجازيك بخير. امين حنا نتوما خويا. بارك الوالدين على الدروس اللي كتعطينا. بارك الله فيك، حبك الله ورسوله سيدي احمد. سي الدريبي راه عندنا الاذاعه ما كتسمعش هنا في مكناس، كتقطع بزاف وكتمشي. الله من امتى من امتى هادشي؟ كاع هنا عندنا دابا كنسمع كيف في التليفون. الله الله الله. انا طلق الراديو ما كنسمعش كاع. أنا احنا غنخبروا دابا المسؤولين. احنا مدمنين على هاد الاذاعه على مشات صافي. الله يجزيك، بارك الله فيك. شكرا سيدي احمد. هادشي اللي بغيت نوصلك وشكرا، وبغيت منك شي دعيوه. الله يحفظنا ويحفظك المرضي، بارك الله فيك. الله الله الله، شكرا سيدي احمد، بارك الله فيك. سي احمد وحنا نشوفوا. شكرا شكرا خويا، شكرا. معنا سي حسن من الصويره. الو. مرحبا سي حسن. الله يبارك. مرحبا سيدي، تفضل. تفضل تفضل سيدي حسن. الدكتور عندي اختلال اني ولا كذا. ما كنسمعكش عمو. عندي اختلال انيه. والو ما سمعت والو. للاسف انا لا خط متقطع عمو. خليك معنا نرجعوك للستوندار وربما تعاود تقول لنا التساؤل ديالك باش نسمعوه بالواضح. سمعت بحال شي اختلال. اختلال ولكن. اختلاف ولا واخا. غادي نتوقفوا مستمعينا مع فاصل وغادي نرجع معنا مكالمه. واخا ناخذ سناء ومن بعده نجاوبوها من بعد الفاصل. الو سناء. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله سناء. انا معك لالا. مرحبا، اين مدينه سناء؟ انا في فرنسا. بخير. مرحبا مرحبا بك. الو. الو. تفضل لالا سناء، تفضل. الو سي دريبي. مرحبا. انا فرحانه بزاف اليوم حيت غنهضر معك. مرحبا بك لالا سناء، مرحبا بك. تعبت بزاف. مرحبا بك، تفضل. المشكل اللي عندي هو انني هاد الايام مغطس عندي واحد المرض الاكتئاب. شحال في عمرك؟ عندي 33 سنة. مزوجة مازال؟ مزوجة. شحال وليدات؟ ما عنديش وليدات، المشكل عندي في الزواج. بحال اش مشكل في الزواج؟ المشكل انني واخدة تزوجت راجل اجنبي، جيت لهنا لفرنسا، راجل كبر مني شي شوية، بيناتنا وعندنا واحد الفرق في السن. ما عندناش علاقة جنسية تقريبا هذه المدة 4 سنين هذه. الله 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 الله. واش ما باغيش ولا ما قادرش؟ ما قادرش على حسب اللي فهمت مؤخرا. لا حول ولا قوة الا بالله. ما حاولش يشوف طبيب؟ ما بغاش. ما بغاش؟ معاه ما بغاش. لا حول ولا قوة الا بالله. اش نقدر نفيدك لالا سناء؟ دابا المشكل اللي عندي حاليا انني باغا نتفرق معاه، لان كنشوف بان العلاقه ديالي انا وياه مستحيله، وانا مغط حاليا كنداوى كنتعالج نفسيا عند اختصاصي. وباغا نتفرق معاه، هذا هو المشكل اللي عندي. باغا المهم باغا من عندك شي نصيحه. بحالاش؟ ما حيت نصيحه العلاقه ديالي. لا انت ما تشاورتيش معايا في الزواج باش ننصحك في الفراق. بالك كل نهار بغيتي تزوج انت تصبر راجلك وتصبر راسك وتقول لا نتصل ونستشروا مع بعضياتنا. لا مشيتي قضيتي غرض، وملي قضيتي غرض سميتها المسؤوليه. والمسؤوليه تقريبا انا مدة 7 سنين دكتور وما كاين حتى شي حاجه، يعني كنشوف حياتي كتدمر وانا سنة سنة. انايا غرضي ماشي نجعلك تحسي بالذنب في واحد الاختيار، ماشي هذا هو غرض. انا غرضي نتعامل انا وياك باش المغاربه والمغربيات اللي كيسمعوا يعرفوا ان كل اختيار عنده عواقب. وبغيتك تكون في واحد النضج وفي واحد الاخلاص من حيث الاختيار اللي اختاريته دكتور. انني تزوج بحالي بحال الناس، انا ما عرفتش بان السيد مريض، حتى ماشي مريض، عرفت ما عرفتش انا بان السيد ما قادرش او مريض، او حتى دخلت على هذا الشيء ولقيت هذا الشيء، يعني ما
هذا هو المشكل. واخا خليك معنا سناء وغادي نجاوبوكم بعد الفاصل. تفضل يا استاذ. دابا بالنسبه لسناء اللي عرف يختار وقادر يختار كيقدر يفصل، وشتي اللي تجر ولا تدفع كيقدرش يفصل. حنا كنديرو على وجه اللي كنحبو، غالبا تيقول لك على وجه الكتاب كنبوسو الجلد، اللي نهار الجمعة كنقراو المصحف ولا في الدار تنقراو شي ورقة من الحزب نهزو القرآن كنبوسوه، راه ديك الساعة بستر الجلد ديال المعزة ولا الجلد ديال الخروف. ولكن واش المقصود هو نبوسو الجلد ديال المعزة ولا الخروف؟ واش حنا مقدسينو؟ حنا راه كنقدسو كلام الله، ولأني حيت هذاك الجلد مغلف كتاب الله على وجه الكتاب كنبوسو الجلد. إذا هي عاشت في زواجها واحد الامتحان ديال راجلها ما دارش على وجهها، تبغي شي واحد كتنوض كتقلب تمشي تشوف الدواء تشوف العشوب تشوف كاين ألف حل، الراجل مخصوش يبقى طافي. إذا هذا كيدل على أن الاختيار ديالها ما دارش فيه مشروع محبة، ولو أن الحب صنع سوف يتم إنجازه كنديرو على الوجهة ديالو، كنقولوا هذا الاتجاه هذا فين كاين جامع الحسن الثاني في هذا الاتجاه، الا تبعتي راه غتوصل له، ولكن باقي ما وصلتيش له، راه كيبان لك السمعه راه هي، ولكن سير اخو زيد 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 زيد. اذا الوجهه كتعطيك على وجه من دار، هو ما دارش بوجهها، فملي ما دارش بوجهها هذه الحقيقه صدماتها. امراه محتاجه تعاش راجلها اربع سنين او اربع سنين كارثه هذه. اذا هذه ما عندهاش الحد، هو بغى يحدها، بغى يحدها، يا اما بغى يدفعها تزني يا اما بغى يدفعها تحماق. اذا هذا ما فيش خير، هي ما قادرش تزني ما باغاش تحماق، وجات الوسط وهي تمرض. اذا دابا هذا حل، دفعني يا اما نزني يا اما الحماق. هذا عشير، هذا خير واحد العشير يدفعك عما تزني ما تحماق. هذا راجل دابا هذا العشير هذا لا فيه الخير، ها بقي تما معلقه اربع سنين ما كاين والو، ايوا حتى هذه المراه غتبقى. سيدنا عمر كان كيصيفط الجيش الاسلامي رضي الله عنه ارضاه، واحد الليله غادي يصلي الفجر داز حدا واحد الشرم ديال واحد الدار، هو يسمع واحد المراه كترنح في راجها. قالت له استاذ ما بقيتش قادر نصبر على بعد راجلي. سيدنا عمر شحال مرته؟ قال لها شحال المرة تقدر تصبر على راجلها؟ قالت له القدر القدر. وعيط كاع المسؤولين الجيش قال لهم اللي هذه المدة وصل لها رجعوه لدارو، يرجع لدارو عند مرته، خليوا هذوك اللي عاد وصلوا دابا التحقوا بالجيش، اما اللي وصل لهذه المدة هذه قلاب رجع للدار. المسلمين كيمشيو مع الواقع. كنصوموا نهار في رمضان، كنصوموش نهار ولي، ما كنصوموش اثنين ثلاثة الاربعاء، كتصوم اثنين الخميس ولا نهارية نهار لا. إن لنفسك عليك حقا، قال سلمان الأبا الدرداء. صحابي نصح صحابي، جا دق علو حلت له مرته، قال لها جيت نزور أخي أبا الدرداء، قالت له راه ما كاينش وراه مصين، دخل دخل. سيدنا سلمان تربية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب عينه على السيدة، قال ملامحها وجهها ما هواش، نقولوا احنا مخصوصة سعلى بال، دور داك الشيء في راسو. قال لها مالك اختي؟ قالت له خوك راه عدف من الدنيا. جا سيدنا ابا الدرداء صحابي جليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم انا ذاك تيخاوي صاحبي مع صاحبي، كيقول له انت اخو هذا انت اخو هذا، كان كيخاوي بيناتهم، فكان مخاوي ما بين سيدنا سليمان وابا الدرداء. قال له ابا الدرداء سيدنا سليمان تفضل كل، قال له كل معايا، قال له صايم؟ قال له انا ما ناكلش. انت صايم؟ انت انا ما ناكلش، غنبقى تفطر. هو يفطر
اللي دابا صبح الراجل في بيته ما يفطرش مرته. راجل مسافر يدخل يجي لقى مرته صايمه، حط له يقول لها كلي معايا، تقول له صايمه اجر انا اجر. يا عبوشة عبوشة طالع عليك الروشة يا بنيتي، اش فهمتي في الاجر؟ مخليها الحي وبغيتي الحي القيوم غادي يجيبك على عينك فات يوم القيامة. فطري ويتحسب لك الاجر والفرحة. انتم باغين على الاجر والفرحة مخورين لي عينيا عميتوها ويتبرك لكم في الارض. قالت لكم انا ما نفرحكمش، انا عميت هونيك، انا كاع ما غنزيد عندكم، سيروا التومة سيروا عند ماي الفرحة اللي كيعرفوا يفرحوا. فطروا صحابي فطر صحابي. بعد ما بركو يتذاكروا عشاو، دخل عند مرتو شويه داز واحد شويه واجاي يصلي. قال له سليمان اش كدير؟ قال بغي نقيم ليه. قال له سير رجع لمرتك رجع لفراشك، الا ما تقيم ليه حتى النوض وتسمعني كنقرقب وجي قيم ليه معايا. فداز واحد الوقيت عاوتاني عاود ناض، قال له قلت لك ما تنوضش خليك مع مرتك، سير اسي تبرع اسي وبرع الشريفيه، سير سير اسي قم بالواجب، سير سير سيدي سرج. الراجل ناض عاوتاني هو يقول له دابا الان قيموا الليل. قاموا الليل الفجر والدن، قال له خويا ابو الدرداء عندي لك واحد الوصيه. قال له خير؟ قال له ان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، فاعطي لكل ذي حق حقه. عندك تحرم شي واحد، سيدي ربي ونفسك واهلك انتم حق عليك، سير حيد عليا. سيدنا ابا الدرداء ارتابك، هز هاد الوصيه مشى بغي يفيريفي بغي يمحص. مشى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله راه اخي سليمان قال لي قال لي ويطبع له كاشطالو. قال له راه الانجليزي وراه راه اه والله. قال له صدق سلمان. اذا شنو هو الحد؟ الحد هو حق. كان بغي مرتي وكتبغيني ما كطيبش ليا، انا ما كنتقداش ليها، ما كنشريش ليها ذهب، ما كتستأذنيش، ما كتخبرنيش، انا ما كنستأذنها ما كنخبرها. كيدير الامور سي سي فلان مع مولا الدار؟ الحمد لله عايشين في سعاده كنحبوا بعضياتنا. اي طريريري اي طريريري شنو الحياه هذه؟ هذيك ملاقين في رومبوا، يحلوا باب رومبوا مع الليل، كيدور هو رومبوا على اليمين كدور تبعو كيتلاقاو. شنو ما تتشاور مع مرتك وتشاور معك وتستأذنك وتستأذنها وتخبرها وتخبرك وتشري ليها وتشري لك، تهدي ليها وتهدي لك، وتخاصم معها وتسمع لك، وتخاصم معك وتسمع ليها. ماشي خصك باش تدوي مع مرتك تمشي تبقى تحلون وتلون وتعوج ومخلوع باش يقول ليها راه نهار السبت غيمشي عند امه. تخيل من نهار الجمعه ولا من نهار الخميس ويفرش. حبيبه كتبغيني؟ اه كنبغيك. هذه نهار الاربعاء الصباح الاربعاء 12 حبيبه قداش كتبغيني؟ كنبغيك يا حبيبه قد السماء. هذه الاربعاء مع الجوج، الاربعاء مع الخمسه حبيبه كتبغيني بزاف. اه ابقى بحال هكا نهار الخميس باش نهار الجمعه مع السبعه الصباح فايق كيرجف صفر مالك. لا بغيت نقول لك حبيبه ربي يسلم ربي يسلم ربي يمشي عند امي نهار السبت. يا تعرض عايشه ورا يخرجوا المره اراد المري يرد عدوع اراد نواقص تق 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 وسي يطلع فوق الطبله دردك لك هكا دردك يماك دردك دردك. شنو هو؟ انا بريفي افيك لي زونفون دالي نسورتيهم لي بارك لا سمين ديرنيير اون با بو باسكو تو اتي مالاند لا سمين دافون تو نا با بو باسكو تو افي لا دياري لا سمين دافون تو نا با بو باسكو تو نافي با اسي دارجون سور تون كونت اي مينتونون كو تو تي بريفي تو فو كالي جي تا مامون اي بي ايكوت موا جو فو ديفورسي. او تشوف السيد طاح كاع هو وحوايجو سرفالو ولا قلوب جرجل تما. هاك اختي صافي انا بلاش امي، موت يا امي موت ابا انا بارك علي عندي. لبيك اللهم لبيك وغادي يقسم بها. انت ودي تقل باش تعرف راسك محبوب، عيش مع حبيبك الامتحان. سيد طلق مرتو دارت حديثه وتقطعت له يديها. قالت لي قالت لك غزاله وكندير بزين، قالت لك فرحان بيا وغادي في الطريق بعد حديث السيد فاق السبيطار لقى مرته مقطوعة اليد مسافة طالعة دم الرجال. ها ربع سنين ما مسكش حتى علينا بنيت عمي حتى علينا 365 يوم مضروبة في ربعة مضروبة في جوج حيت النهار والليل
حنا راه كنحبوا الواحد والله النهار حتى هو نشتغلوا فيه، ولكن مشغولين في الخدمه. ما تحب الواحد والنهار النهار كتقول وي تا وي تا بدي حراره حال بارد ما فيا ما ندوش في النهار. تسالي بكري تمشي عند الشريف ديالك تحاجه على لا بركي حدايا تحس الدراري تسالي نعسيه واجي بركو. كاين اللي كتقول له مرتو حبيبه طافي مجمد كلاصه وميت، كيقول لها اتا السوله الجايه جمعي لي جمعي لي اتا العام الجاي جمعي لي جمعي لي. يا ودي يا ودي يا ودي حيت اللي حي كيخدم كياكل كينكح كينفق. النكاح راه عندنا سنه الحباب، بالحلال راه عندنا سنه. اخباركم بانه داخل في العباده، النكاح في الفكر الاسلامي راه داخل في مقام العباده. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له الى جمعتي مرتك عندك اجر. قال له الصحابي يا رسول الله مرتي. قال له الى مشيتي زنيتي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كي غادي يعطيه فلاش، الى زنيتي تكتب لك سيئه ولا لا؟ قال له ايه. قال له وراه بالمثل، الى زنيتي كتكتب لك سيئه، والى عشرتي كتكتب لك متعه ديالك زائد حسنه اجر. حتى انك اذا عطيتي دغمه الخبز فم مرتك كتكتب لك صدقه، وانت راه حلالك. معني انت سيدي ربي داير لينا الحب ومربحنا معاه الاجر. ولكن شكون اللي غيفهم هذا؟ شكون اللي غيفهم هذا الامر؟ اللي هو ما تيطلقش من حقه. فوقاش كنقولوا للمراه صبري؟ اللي الراجل كيدير عمليه كونسير كيتحيد له لا بروستات كيحيد شي تيستيكول كيوقع له شي التهاب، ديك الساعه كنقولوا لهم اجتهدوا اجتهدوا باقي القبله وتعنيقه واشياء يجتهد الانسان. اما السيد ما محيده له بروستات ما مقلع شي حاجه ما مريض مرض خطير، وحتى انك تمرض كاين تم خاصه في اوروبا عندهم كل شيء ممكن. اذا هو اختار او لا عاجز يختار. انت ما تنازلش على حقك، صبرتي شهر صبرتي شهرين توسلتي 3 شهور رغبتي 4 شهور اعتذرتي وتضرعتي 5 شهور حتى لنحدك. حيت راه النفس الانسان وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. فما بالك هذا راه كلام متقالوا معنيين به المسلمين، راه معنيين به حنا اللي كنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله وكنعرفوا الاخره وكنعرفوا الحساب وكنعرفوا كل شيء. ها حنا معنيين بهادي، وما بالك بواحد الشخص ما عندوش ثقافه الخوف والخشيه والحساب والعقاب، ما عندوش هاد الشيء. حنا بهاد الشيء ومجتمعنا غارق زبايل، المراه مزوجه وتفسد، الراجل مزوج ويفسد، اللي عارفين هاد الشيء. قال ما تقتل الراجل عاود الفلوس، الله السلامة والعافية. تلقى الراجل عفريت تسلسع باش يدير العجب. ما بالك واحد الشخص من واحد المجتمع من واحد الثقافة ما عندوش هاد العرف. إذا هنا تقل كله عليها. ولو السؤال اللي خصو يطرحو الإنسان إلا كان الخير في الحد. حيث هو السؤال علاش هو خدا وحدة من المجتمع مسلم. أهم سؤاله. راه شحال واحد عام نسوب المسلمين؟ ما هو اصلا مهم حيت ما عارفش عام نسوب. كيتقال عليه مسلم حيت مشاهد له موباه ومدين له فدنو وكبر معاهم وداز. منسوب. وحتى المنسوب راه يعتق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله يستحي ان يعذب المرأة بين اخوانه. واحد مجموعة المسلمين صالحين يكون معاهم واحد ولا جوج مقفر. سيدي ربي تيستروا ما تيبغيش يفضحوا قدام صحابو حيت الا خرجوا الملائكه وجاو عذبوه غيعرفوه الدنيا راه كنقطع ورق. سيدي ربي باش ما على وجه صحابو راه الفضل مديرو لصحابو ماشي ليه هو، باش ما يصدمهمش صاحبهم ما كيدير له والو تيقول ما كدخلوا تاهم. هذاك هو في الاسلوب الكنايه وكلبهم معهم. اسلوب الكنايه النعت الكنائي في القران راه هو دال على المعنى، هذاك هو كلبهم معهم. هو مرحوم، هو مذكور مع الصالحين، هو يتحشر مع الصالحين. شوفوا الرحمه الربانيه. اذا ملي هو نهار الاول جاب غير تزوج وحده منسوبه حيت كون كانت مسلمه حره كتغدير شروط الاعراب. نوجه واحد
فرنسي يبغي يتزوج واحد السيده جا عندي. قال لي يا سيدي انا بغيت نتزوج هاد السيده، وراه قالت لي الشروط ديال الزواج عندكم هو اناني كذا، انا بغيت نتعرف على الاسلام ونختار. هي باركه قدامي واحد الكرسي ودايره واحد الفولار بحال هكا، فولار الاشهار. فين تلاقيتها؟ قال لي في واحد البحر. قلت له واش كانت كتشرب ولا كانت خدامه فيه؟ قال لي لا خدامه فيه. مزيان. قلت لها باغا تدخلي هو الاسلام وانت بعدا ما دخلاش. قلت لها شنو معنيتها؟ غرضك راه قدام العدو يقول شهد وانت يا زعما مفطحه راك مسلمه. قلت له راه بحالك بحالو. وعاد هو قلت لها شتي ملي غيدخل راه غادي يمحي له الله كاع داكشي اللي قبل. وشوفتي؟ قلت له واش باغا تزوجي؟ باغا الوراقي في فرنسا؟ تخيل نصراني دابا هو غندوي معاه هو وصدق داوي معاه هي. قال فرنسي من ربع يدو كيتفرج. قالت لي اخويا الفقر والحقره والتمانه. قلت لها قولي هلو ترجمي له. قلت له كانت كتقول لك شيخي جو تمام شي كذا بهضره اخرى ولا امي؟ لا قولي ولا نترجم. Elle veut aller en France parce que elle a besoin de la carte séjour, baga les papiers, kada wa kada wa kada. شي هذاك الشيء غير هذاك الشيء اشهر. وتلفت عندنا قال لها غير صارحيني بها سي بازون بروبليم. قال لها صارحيني بها. قلت له انت واش باغي دير حسنه فيها ولا كتبغيها؟ قال لي حنينه وعزيزه عليا مي سي فغي. قال لي جو فو ليمي باغي يبغيها. قلت لها ودي قلت لها هذاك توصلي للموت كاريتي وتخلي السيد. قول لي نقول له راه غنوصل تما ما قالش عليك. وانا نقول له شوف لا تكسر دير احتمال ان هذه ما تمشي لها غتقلب عليك. عاد الاحتمال وتقول لي يا ويلي واش حنا زعما جبناها لك باش تعلموا الاسلام لقيتي تتحرضوا عليا. لا خلي ندير خدمتي الله يرحمك وتدي فمك الله نزوك فيك. الله يخرج لك هذاك القناوي اللي عندي. قلت لها نوليو دراري هنا قدام المصريين نفرجوا. قلت لها نجبدوا الدعادع ديالنا ونجبدوا دوك التعارش ديالنا ونجبدوا المسعخن ونبداو نطلعوا فوق الجمر ونتحيروا. قلت لها خلينا نداوي بعقلنا. المسيو هذه اللي تمشي سوا غتبقى معاك وغتعيشوا شي بروجي غزال سوا قلت له غتقلب عليك. الله يخليك قلت له دير الاحتمال. ثلاث شهور مشات فرنسا قلبت عليه. رجع لعندي قال لي مسيو سكون ما في داك الشيء اللي وقع. قلت له ديتي الحسنه ولد عمي؟ قلت له هنيئا لك. انت نيتك بغيتي تصلح حالها، انت نيتك بغيتي تدخل الاسلام، انت نيتك بغيتي تعيش حياه اخرى. قلت له خويا الا كانت نيتك تما راه فرحاتك، انت راك ربحتي الله وهي ربحات كارت سيجور. وشوف هادي واش مقدم عادي. قلت له انت راك ربحتي الله سي. قلت له دعي معايا خويا الله يحبك واحد الدعوه. قلت له راه ما حدك باقي جديد عندنا، ربما الكارني عندك باقي ما فلوس لي واحد الدعوه. عمرك تشوف غير لقي سيدي ربي من بعد واحد ثلاث شهور بواحد النقيله ما عمره في حياته حلم بها. جمال ومال ونسب وحساب، راه عايش في المغرب بحال الامير. حيت ها شي هو بدل كارت سيجور بالله، والله راه يعطيك الدنيا اللي كتسوى عدو جناح ناموسه. اذا امتى غدير حد لراسك لالسنة؟ ماشي تحديه هو تقول له tu dois changer c'est important qu'on vive une vie conjugale et sexuelle c'est mon droit. صافي 4 ans ربع سنين. انا هادشي كنقول وحده في ساعه ساعتين ثلاث سوايع ربع سنين. اذا ملي ربع سنين ما تحركش خصك انت تحركي لراسك ماشي ليه نفسك. وعلاش انا بغيت ندخل معاه في الموضوع ولكن للاسف ما بغاتش تدخل معايا فيه؟ هو مسؤوليه القرار. راه قلت لكم كل واحد كياخذ قرار القرار ديالو عنده عواقب، عنده فوائد وعنده عواقب. اغلبيه الناس مدورين عويناتهم على الفوائد وراه بحال القوق. ما تاكل هذاك القليب الرطب تدوزي على الورقه المشوكه وتلقاي الصوف الملوته اللي تلبك لك الفم دير لك هذاك الفم بحال 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 الخيشوف تردو لك. عاد تاكلي القوق هذا عقوقه ما توصل ليها حتى تخوفشك. ايوا بغيتي انت الفوائد بلا عواقب مرحبا. غادي ناخذ معنا فاطمه الزهره من مراكش. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه الزهره. وعليكم السلام. مرحبا لا فاطمه الزهره. بارك الله فيك يا دكتور، كنشكرك على هذا البرنامج. مرحبا بك.
لأتحفي هذا البرنامج. مرحبا بك لالا، مرحبا، بارك الله فيك لالا فاطمة. انا كل اسبوع كنتظر الجديد، كنقول هنا دكتور دابا غادي يطلع مازال النيفو ديالو. والله العظيم متعه متعه. الله يكبر بك لالا عزيزه، الله يكبر بك، شكرا. الله يكبر بك، مرحبا بك لالا، بارك الله فيك دكتور. تفضل. انا في الزواجي راني كنت شاوط معاك خير كتسنين هادي ولا لا بحثين، وقلت لي الله تلحي في البحر هكا. صراحة أنا ما عندهم ديالي، زعما إنسان طيب الحمد لله، وزعما عايشين مرتاحين الحمد لله. غير هو بغيت نعرف هذا الشخص فين كيبدا رضا الوالدين، وفي كيسالي وفي كيبدا السخط وفي كيسالي. لا لا يا دكتور، شكون اللي مغيرك؟ امك ولا باك؟ شكون اللي مغيرك؟ لا حماتي ماشي، ما عنديش مشكل مع والدي الحمد لله. ولكن حماتك واش معك انت ولا مع راجلك؟ مع راجلي. مخاصمه مع ولدها؟ لا ماشي مخاصمه معاه، دابا هو احنا ما يمكنليناش دابا احنا في حياتنا باش نبرمجوا واحد العطله مثلا ناخذوا على تيسع واحد شهرين ولا هذا. هو دائما خلاص باخذ بعين الاعتبار، حين حنايا ساكنين دابا هي عند الدار الفوق وحنا ساكنين تحت. دارها هي؟ دار والدين. دار موباه. دارها هي؟ دارها هي. وباه توفى وهذا ولاد دار الوالده. ولكن دارها هي؟ دارها هي. هو عنده حق في الدار ولكن دارها هي. دارها هي من حيث منسوبه ليها. ما داويش انا على التيتر في المحافظه. دارها. واخا هو عنده حق في الورث من باه، حنا المغاربه ما نقدروش نمشي عند امك وتقول لي اعطيني حقي خرجي. هذا لا كان شي واحد الله يستر من هذوك هذا. اما الولد الحر والله واخا يكون مخصوص ما يمشيش يخرج امه من الدار ويقول لي اعطيني حق با. انت والامانه كيدي امانته وكتاخذ حقك. تفضل. ملي كتغدوا لشي عطله دابا ما عمرنا من حد زوجنا دابا عمرنا ما درنا بروغرام وقلنا مثلا مع هذه الفتره هذه الفتره عشان غادي نسيو. احنا دائما هو تياخذ بالاعتبار انك ملي تقلق ولا شي حاجه، ومن الحد الان دائما تسافر معنا دائما. وانت هي كيزعجك انها تسافر معكم؟ شنو كيزعجك الامر؟ كي انا تخنق انا مثلا حتى انا تكون عندنا واحد شويه استقلاليه، واخا هو ودينا معاها وتقدا ليها وهذا ما كاين حتى مشكل، ولكن واش ماشي من حقنا اننا نكون عندنا واحد شويه استقلاليه؟ حنا ماديا ولكن مستقلين عليها وكل شيء، ولكن هي مهيمنه وتتبغي ولادها يعطوها فلوس وتتبغيهم يخسروا عليها. هي خاصها يتهلاو فيها هي الاولى، معناتها غراضيه وشويه وحتى مانيبيلاتريس واحد شويه. انا ما عمرني ما تزوجت انا وياها. فاطمه زهره نعم. صبري معايا ما تقلقيش مني. لا صبري. كتجمعي لها جرب اليمنيه وتحرقيه باليسريه. الله يرضي عليك، ردي البال. اللي واعره هو الانسان ما يعرفش منين كيضيع، اما لا عارف الانسان منين كيضيع خصو يرد البال. شي بحال مشيتي تقضيتي في واحد الرحبه ديال القمح، خديتي واحد الهبره ديال القمح وجايباها للدار ومتقوبه، جايه للدار وداك القمح كيسيل لك تيسيل، توصلي للدار ما داكشي اللي شريتي ما هوش اللي جبتي. ردي البال، الله يرضي عليك. ما تسرعوش تحلوا، باش تحلل بعقلك، تحاول تفهم كل شيء وغض البصر على شحال من حاجه. الدارجه يعني تميكي. اخبارك بان الوالدين ديالنا لو عشتوا في وقتهم محال تكبروا، ثم هاد الجيل الصغير شيكون رجعوكم للستين والخمسين ونحطوكم تم، والله ما تكبر، غتبقى قصير في الطول ديالك وتركبك الضيقة ومرض القلب ويشدك الرهاب الاجتماعي وتولي تخاف من الخيالات، تولي تشوف خيال تغوتو لقدوني. ولكن ربي يرحمكم جابكم في وقت الترامواي، جابكم في وقت محمد السادس، جابكم في وقت الشتاء، هانتوما ابريل وبقى الشتاء، حنا راه كان الشتاء كدوز عندنا جوج سيمانات كان جفاف. كنت انا كنشوف البقره كتاكل ميكا،
داكشي مسكينه البقره بجوع الميكا بقات تسرط فيها تسرط فيها تسرط فيها تسرط كلها باش تنفكرشها. كان 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 هذاك القشور الخضره كيتباع بالفلوس شي داك الربيع ديال الباربه وداك الربيع ديال الخرشوف وداكشي وما كانش كيتلاح. كيجيو صحاب الهيم واقفين عند الخضاره وفي السوق هذاك تيقرط والاخر واقف حداه يقولوا حباس ودير معايا يقول له نجيب لك البيض ونجيب لك هذا تيقول له والله السيمانه جيب لي هذاك الربيع وفين غيهزوا غيهزوا يديها البهيم ديالو ياكلوا لهم. هذاك الولد الا تيسوى عندك راه موته تسوى عندك. ما نقولش على نسيبتي مهيمنه ما نقولهاش نقول واحد الاسلوب اللي انا ما فهمتوش نقول واحد الطبع اللي انا ما فهمتوش. اشنو قلت لكم على مقام الادب والتادب؟ التادب هو السلام عليكم. عليكم السلام مرحبا الله يبارك فيك تفضل يا سيدي الله يكبر بك هذا هو التادب. كتحيد صباط كتحطو عند الباب البيت وتدخل برجلاتك القيين وكتغض البصر ما تبقاش تبهور في ديور الناس وتشوف لهم في ديكوراتهم هذا ولا شي واحد ما تبقاش تبعو بعينك ولا شي واحد حل الشجر ما كتقلبش فيه شكون هو كتبقى مطيح عينك. ملي كيحطوا لك الناس كويزات تشربوا ما كتقولش لهم ما كاينش يغدر فيه الجوع. الا ما مساكن ما عندوش نحرجوهم الا هو واحد الغدا تغدى ما حتش الغدا صبر صافي. تخيل ما يكونش عنده تقول له ما كاينش غدا كيفاش كاين شي غدا وكان غداك وحطه ما عندوش قال لك مغدي يقول الحمد لله لا والله ما مغدي لا سيدي الحمد لله والله الا فطر معطل راه باقي يشبعان انت الله العالم بكم صار كي زغرتو بالجوع اللي ما عندوش نوض يمشي يدير كريدي على ودك باش صبر. هذا هو التأدب. الاداب هو كيجيك واحد الواقع واحد الطبع ديال واحد الناس واحد اسلوبهم واحد طريقة كلامهم واحد ما نتسرعش نحكم عليهم ما عنديش العلم ديالهم نتعلم. كنبقى صابر 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 اللي كناخذ العلم ديالهم كنفهم. دابا تخيل واحد الكاميرامان مشى للقطب الشمالي كيصور الضب الابيض كيصور شويه ديك الدوبه عندها واحد جوج وليدات تتقلب 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 على الماكله وتقول معاه واحد من هذوك السكان ديال القطب الشمالي زنويت قال له شتي اللي ما لقاتش الماكله راه تاكل ولادها. عمرك تشوف هذاك الكاميرامان ولا كيسبح قال لهم عمري ما تمنيت ما نصورش هذه اللقطه قال لهم. قال له اش كتقول قال له ايه قال له راه ملي ما كتلقاش الماكله وكتوصل لواحد المرحله ديال الجوع كتاكل ولادها. قالوا لي ان غيموتوا عوض ما يموتوا بثلاثه كتاخذهم كتقتلهم وقالوا ملي كتقتلهم كتاكلهم ماشي حيت باغا تاكلهم حيت غيموتوا بثلاثه. الا دابا تخيل انت دابا ما عندكش هذه المعلومه وكتصور في القطب الشمالي وكيبان لك داك الدبه كتلعب مع وليداتها وانت كتصور بحال هكا فرحان غتجيب هذاك الفيلم لولادك وغتجيبو تشوفو في البلاد ديالك او شويه تبان لك الدبه كتفرس اش غادير تحدف تقطع تقول لها اش هذا الشيء في الدعيه تحاول تفهم. ملي واحد الاسد عنده واحد القطيع ديال اللبؤات ولد معاهم كل لبؤه ولد معاها شبل ولا جوج وكيجي واحد جوج سبوعه كبار منه صحاح منه وكيشدوه تيقتلوه عصب غير يقتلوه تيهرب. اش كيديروا الاسود الاولاد ديالو كيتكاو عليهم كاملين تيقتلوه ما عدا شي لبؤه هربت بولادها. اما الا ما هربتش بولادها كيدور واحد الاسد على دوك الاشبال واحد واحد قتل 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 حتى انه كياكل فيهم واحد ولا جوج. شنو هذا كانيباليزم؟ كيحذفوا له النسل ديالو باش عارفين بان اللبؤه ملي كيموت لها ولدها كتدخل في مرحله المبيض ديك الساعه هذيك الليله غدا كتصبح اون شالور وغادي يمكن يتناسل معها هذاك الاسد عارفينها هما. اللي كيهمهم هو صنف الاسود يستمر ماشي ولاد الاسد ولد حمو ولا ولاد الاسد ولد عيطوش. هذاك الاصناف الصنف ديال الاسود خصو يستمر في الغابه هذا هو القانون اللي عندهم. اذا ملي ما تتفهمش القانون ديال الاسود ماشي افريقيا ما تصورهمش سير صور انت هي اللي كتعرف سير صور واحد الحاجه كتفهم.
اذا هما ملي عايشين هذاك القانون شكون وضع عليهم؟ واش توضع عليهم؟ واش كيتسمى هو الوحش؟ اذا هنا هذه العائله هذه عائله عنقوديه، عنقود الحب ديالو مجموع. وانت يا بنتي ملي تزوجتي عارفي راسك حبه غتدخل في العنقود ديال الناس، هما العناقد ديالهم تيبغيو يعاشروا بعضياتهم هكاك، كيبغيو يدخلوا في بعضياتهم. اشنو شنو كتعني المراه اللي كتنكح الراجل عندها اولويه على المراه اللي حملت به ورضعته وولدات؟ وشكون اللي عندها الاولويه؟ حيت كتنكحي معاه وولدتي منه عندك اولويه اكبر من المراه اللي حملت به 9 شهور وما غتحسي بداك الشيء اللي حاسته. غيكبر ولدك وتبغي تزوجيه. ملي غيكبر ولدك وتجي واحد البنت وتبقى تصرف حداك وتقول لك الله يخليك شيخ طونت وسافا بيان صافي دو جور كو فو سورتي افيك نو ريستورون سيل تو بلي شيخ طونت فو نو فوتي لا باي ما جو فو با تريني افيك اون فيي، وتقول لك بهاد الوقاحه تحطها لك وجهك. ديك الساعه غتصرفي بحال هاد السيده سيبتك، غتعيط لولدك وتقول لها وليلي وليلي، ما غتبقى لا قاريه لا فاهمه. ثم شكون اللي قال لك بان هذيك الام في تعاملها مع هذاك الدري ولدها راه ما كتعمروش لك؟ ماشي كتعمرو عليك، كتعمرو لك. حنا العربيه كنقولوا غادي تسقي، الله يرحم باك سقي ليا معاك. وما يسقي لك احبيبك لان السطوله عامرين وذوك الخوابي عامرين تقال. يقول لك سير خو سقي الله يرحم باك، ها الحمار كاين الخ غبي سير عمر راسك، شي انا نضرب انا القحطان باش نسقي لك انت. راه خوك واختك ما يسقيش لك. والحبيب صاحبك تيقول لك سقي لك وتيجي ودق عليك يقول لك الخوابي ديالكم هاك. بحث لك 4 الخوابي ولا 5 وهز فوق واحد البغل وجايب مسكين تمر وسطاه. شحال تسوى ملي تحل انت الباب دارك وتلقى الماء باد عند الباب. ما ضربتي له 3 كيلومتر واحد النوبه. كان عندنا واحد اللقاء في بنكرير. الصيف شهر 8 واحد البير واحد الدوار تما في نواحي بنكرير واحد البير. ما بيني وبين هذاك البير ما كاملاش واحد 21 متر ياك. حليت الباب البير هو مقابل معايا 20 متر. واحد الصمايم واحد الصهد واحد الصهد. وزدت جوج خطوات، الخطوه الثالثه ورجع ما قدرتش. كانت الحراره ما بقيتش قادر تنفس. النيف تسد ليا بالحراره تسد. جيت نحل فمي نتنفس من النيف وينشف ليا فمي. ونرجع. ما قدرت نمشي حتى العصر. هو مقابل معايا البير والله ما قدرت نمشي. اذا دابا اللي عمر لك واحد الحاجه غاليه اللي سميتها الماء راه كيحبك. واللي عمر لك المحبه. كل يغلى الماء ولا المحبه؟ هذاك راه صالح للحياه والمحبه صالحه لكل شيء. لهذا الله قال علما جعلنا من الماء كل شيء حي. لان راه بالماء باش كتبقى المحبه، حيت ملي تيكون الجفاف ملي تيكون الجوع ما تيبقاش حنين. يولي بنادم يفرس في لحمه. اذا هذا عقليه اخرى عند عائلات عنقوديه كاينه في المغرب. كاينه عند الناس الرشيديه. كاين عند الناس ديال فيكيك، كاين عند الناس ديال الصحراء، كاين عند واحد الفخده كاينه في الريف، وكاين ناس اخرين ما عندهمش العائله العقوديه، عنده العائله الفرديه، انت ومرتك وراسك، كتجي عند نسيبك كيبقى يشوفك كيف تخرج، لان هو ما مولفش يجي عنده ولاد ونسابه، هو مولف مرته والتلفازه. اذا علاش كتبغيو تغيروا الواقع؟ احنا أمة سمعنا وأطعنا. ما نفكرش نسيبتي مهيمنة. أنا شخصيا ملي كتجي عندي نسيبتي ولا عائلة السيدة عندي تنفرح. عرفتي علاش؟ علاش أنا؟ لأن مرتي تتفرح. وملي تتفرح مرتي كتفرحني. شي بحال شي واحد كيدوقك. كتخلي له طبسي في زيت العود كتجي كتلقى العسل مع زيت العود. كتقول له من جا طبسي العسل؟ راه ما يندرجاو. خبارك في الجنة كاين واحد السوق اللي كيتلاقاو فيه الحباب. شنو هي السلعه ديالو؟ حيت كلشي كاين. ما غادي دي حتى شي حاجه، كلشي كاين. ملي كتمشي لهذاك السوق تلاقى فيه الحباب كيزيدك الله جمال على جمال. ملي كتخلي حبابك
مشيت لك السوق تلاقى حبابك، ملي كترجع في العشيه لدارك تيقول لك شحال الجمال، كتقول له داك السوق شنو هي بضاعته، كيزيدك جمالا. اذا فوقاش ما تبغي تزاد الجمال سير زور حبابك. اش كيقول لنا سيدنا رسول الله؟ الايمان يبلى، الايمان يزيد وينقص. شنو التقويه ديال رسول الله؟ ملاقات الاحباب، ملاقات الاحباب. امو امو، وتنقول لكم على وجه الكتاب بسنا الجلد، الا تتحبيه اخبارك شنو هي علامات بدايه الحب، والله ما كتبقى تشوف شي عيب في حبيبك. شتي كنت كتحبو قح، شتي نسيبتها ما تبانش ليها فيها العيوب كاع، لان اللي كيحب كيعطف، شتي اللي كيحب كيولي سخي، اللي كيحب تيولي كيدير الزكاه بحال اللي عنده الفلوس. شكون اللي كيدير الصدقه والزكاه؟ المرفح ولا اللي ما عندوش؟ المرفح المؤمن، ماشي بحال المؤمن الفقير. المؤمن الفقير حدو يدعي معاك تيعطيك، يعطيك هذيك السروال اللي عنده، والمؤمن الغني كيبقى يخشي يدو في جيبو ويعطي لولادك ويعطيك حتى ويعطي الاخر ويصيفط لك الهديه. مرحبا معنا فاصل مستمعينا، نرجع نوصلوا بكل وضوح. تواصلنا المباشر معكم مستمعينا مازال مستمر، وفي ختام لقائنا استاذ نرجعوا شويه لموضوعنا. كاين بزاف ديال البنات يعني مخطوبات ولا مثلا مقبلات على الزواج ولا تزوجوا، كتقول لك الحمد لله انا الراجل اختاريته لانه متدين. واش دائما التدين يعني دال على الاستقامه؟ لا. لانه استاذ كاين بعض الاشخاص مثلا اللي كيكون في الزواج بدايه الزواج ديالهم كيكون متدين يعني ومستقم، شويه كيخرجوا شي تصرفات ما فيهاش الاستقامه. ما عمر التدين ما هو دال على الاستقامه، انما الدين المعامله. حنا المسلمين كنفهموا مزيان في الدين ديالنا وكنفهموا في حياتنا، ما حناش ناس قرينا في كتب وبقينا سادين عندنا في الجامعات ولا في الجوامع، حنا راه ولاد الارض، حنا ولاد التجربه، ولاد واحد يصلي ما كتعني لنا حنا حتى حاجه، وواحد ما كيصليش ما كتعني لنا حتى حاجه، حتى كنجربوه في معاملته. شوف الكلمه ديالو، شوف الصبر ديالو، شوف التبت ديالو ملي يكون عليك الدين، شوف كيفاش كيطلب السماح على غلط، شوف كيفاش كيوقف يتقاس مبادئ. واحد يجي يقول له نعطيك رشوه تقصي لي هذاك الشركه ما تدخلوش، وفلوس صحيحه غيشد. واحد كيقول له بيع لي على الفاكتوره تاع الكاشي وخذ فلوس على الكاشي على الفاكتوره تاع بيع، حتى واحد ما غيثق الاخبار حاره. واحد كيقول له شوف غندوزك واحد المارشي وانت غتدخل فلوس الحساب تعاود تخرجهم تاخذ كوميسيون كونتر فاكتوراسيون، انت غتبان بحال اللي واخد المارشي ولكن هذيك الشركه الاخرى اللي غتاخذو وانت غتاخذ الكوميسيون ديالك، وكتلقى تيرفض. لا سيدي، يا اما نخدم تخلص يا اما نعطيش نبانش. الدين المعامله، من خدعنا في الله انخدعنا له. يجي واحد لان يعني احنا كنحبوا الله سبحانه وتعالى، نحبوا سيدنا رسول الله، ملي كيجي واحد يمدح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويدير لنا السلوك ويعطينا التصرف ديالو، راه حنا كنتخدعوا، راه بنادم، ولكن نقاشعوه نعيقوا به ما نعقلوش عليه. الله واخا تكونوا 10 و20 عام حبس انت منافق. اييه معلم، تراوغنا بالصلاه وتراوغنا بالقران وانت يا عمايل الشياطين ما حشمتيش، ونقلموا له ودنو مزيان وننبهوا الناس عليه. شتي هنا في هذه البلاصه ما كنستروش، لان غادي يمشي يضحك على واحد اخر عاوتاني، تقول فلان عندك ما يغركش هذيك طبعه في جبهته، احترامي للمصلين طبعه في جبهته راه ما كتعني والو، عندك ما عندوش كلمه عندك. اذا دابا هنا خصنا نعرفوا بان الاستقامه كيربينا الدين عليها كيعطيها، ولكن الا كنتي من المؤمنين ومن اهل شروط الصحبه، يا خصها تكون صاحبتي واحد مستقم باش تكون لي مستقم. راه ما كيقولش انسان مستقم من ذات نفسه، راه خص باه يكون مستقم وجدو مستقم. الاستقامه كدوز مع الاصل، تيكبر الانسان شتي واخا كيدير شي خطا وتيدير بحال هكا كيمشي راه ما يدير بير ولا كتلقاه ما حاملش راسو، مبلي بالشراب مبلي بالحشيش ولا ما حاملش راسو، ما كيحطاش لك في وجهك حقيقه. ملي كتجي كتقول له فين تيقول لك الله ما يرضاش انك شتيه كاع، ما يبغيش. واحد السيد تنعرفو واحد النوبه هكا تنشوفو خارج مسكين واحد البار وغير طوموبيلتو، قلبت الدوره باش ما نبينش له الشتو، لان عارفو الا شافني شتو غيمرض،
غير مرض، لان مسكين ملي كيجي للخدمه ولا هذا يجي ينظف حالته وداير مواكل المسكه ويخدم باش ما فملي شتو درت راسي ما شتو ما شغليش انا ما شغليش خدمته كيتقنها فعملوا مع الناس كيتقن فملي كنقولوا يا ربي ما ثبتنا وهدينا وهدي هذاك السيد يا رب ما وتقول نمشي نقول له اه ستكايري والفعل لا معامله هذاك النهار اللي غادي الله اللي علمي واش مضرور واش مقيوس واش مجروح واش فكيدير لو طو ميديكاسيون كلي ما بقاش يمشي عند طبيب فكيمشي كيستعمل هذاك داك الارواز باش يثبت به ماشي بحال اللي كيحطوا لك في وجهك حقيقه تيقول لك مو جو في كوم سا سي كوم سا اي با تروما ملي يجي يحط لك واحد حقيقه ما تيقدر غيوصي بها ولده حيت اللي عنده شي حقيقه راه كيورثها سيده باركه في الصالون مع وليدتها كتناقش مع راجلها ويقول لها انا ما عنديش مشكل بنتي تصاحب قالت له سي شيري تي غوندي تو تفي ان كوبا المرأة طارت من بلاصتها طارت اويلي اويلي حي رحتي دابا شوف شحال من عام عاد اكتشفاتو تيأذن البنت صاحب البنت اش قالت لامها قالت لها تو سي مامون راه غير جو سوي جونتي جو في سامبلون ديكوتي مي جو في جامي سكيل دي والبنت طلعت عقل من بواها تخيل المرأة جاية عندي كتويل قالت لي قلت لها لاباس السلامة هذا العمر كله انتم معاشي عمرك ما ضربتي عمرك ما دوزتي سكانير الله يهدي قلت لها نعطيه ليها يوما نقشعو قلت لها فين كتكون انتم مقلوبه اش وقع لكم اذا لاحظتي ملي يجي واحد يعطيني واحد السلوك هذاك تنسميو حنا تصرف ما كيتصرف معامله هكا سيدي قضي هذا سير كذا وتصيفطو يدي شي فلوس ويطيح في واحد لاسيستونت من هذوك صحابات نصي هجران بحال هكاك وتشوف الراجل كي غيبقى يدوي كي اللي كيتلف فمه كيتلاج يتفاقم له فمه مبقاش يلاقي الفوق الفوقاني مع التحتاني كيبدا يتفاقم تقول له مالك تفاقمتي لا لا والو ولا لا والو غادي يسلم عليها باش يطلق يديها وبسلامه وقولي الحاجه انا جيت راه خلصت وتطلق يد الدريه السيد تطلق لي تطلق لي معامله ملي تتكون المعامله كنعرفوا الحقيقه ملي ما كتكونش المعامله كيكون عند التمثيل راه غيجي الاختبار حيت عندك صحاب راسي ديال الدبيره معانا ملي كاين شي واحد كيمثل عندنا مزيان كيدير له اختبار ها هو كيدير له اختبار كيفضحوا لك نقشعوا مرحبا شكرا لكم مستمعينا لوفائكم البرنامج بكل وضوح لكم تحيات سعيدة عقال لرفقتنا اليوم في الإخراج والبرمجة الموسيقية نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الإذاعة القريبة منكم بكل وضوح برنامج التحليلات الاجتماعية بشكل صريح مباشر ما كنستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة والمغرب مرحبا بكم بالأسئلة ديالكم بالصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 ل 8 من يوم الاثنين الى الخميس انتظرونا مرحبا بكم